ورجعت وياكم بحلقة جديدة من حلقات التقني ماستر وياكم أخوكم سجاد الشمال. ومثل ما تعودنا أنه عندنا سلسلة بالقناة من سلسلة المقارنات، دائما نقارن بين أجهزة ثانية ممكن يكون من الفئة المتوسطة، لكنه راح يكون هاتفيا جدا جدا مميزات، هاتفيا صعب الاختيار بين عندنا النوفا 2 بلاس مع الأونر 9 اللي صاحب الجمالية زائد صاحب الأداء. يعني النوفا 2 بلاس صاحب الاداء وبسعر منخفض، الاونر 9 صاحب الجماليه اللي جدا جدا مميزه، وبدتها شركه هواوي بالاونر 8. معلومه انه سعر النوفا 2 بلاس هو 360 الف دينار عراقي، اما الاونر 9 فتقريبا سعره 475 الف دينار عراقي حسب طليعه البنك. بالنسبه لسؤال الحلقه، لو خيروك بين اي هاتف النوفا 2 بلاس او الاونر 9 انطيني رايك باسفل الفيديو. مبدئيا هاتفيا تنافس بيناتهم جدا قوي، هاتفيا جدا مميزات، هاتفيا قدم لنا اداء قياسا بالسعر ويعتبرا من اقوى هواتف الفئة المتوسطة امامنا استعراض بسيط للنوفا 2 بلس. اما هذا الاستعراض البسيط هو للهونر 9، بصراحة جميل هذا الهاتف، قد ما تقول جميل انت مقصر بحقه، فقطعة جدا جدا تحفية من شركة هواوي قدمتها تقديم جدا جدا مميز، لكنه ما حصل على ترويج جدا قوي. اما بالنسبة لتصميمها عجبني انه الهاتف يتلثق بسرعة ويترك بصمات بالاخص الهونر 9. اما بالنسبة لتصميم الهاتف الاسفل هو الجرس منفذ الشحن زائد الجاك، من الجهة اليمنى هو زر الباور، من الاعلى هنا عندنا الاي ار بالهونر 9، اما بالنسبة للنوفا 2 بلاس فالمايكروفون الثانوي، من جهة اليسرى الجهاز ومنافذ استقبال، اما شريحتين اورام، من الخلف مثل ما نلاحظ عندنا بصمة زائد كامرتين بالنوفا 2 بلاس، اما الهونر 9 فشعار اللوجو زائد كامرتين وفلاش حار وبارد. اما بالنسبة للبصمة فكان انتقال جدا كبير بين الهاتفين، عندنا الهونر 9 البصمة كانت بالمقدمة، كانت نظريتها مقربة لأجهزة سامسونج مع ازرار لمس للرجوع وتعليق التطبيقات، استعمالات البصمة كانت غير بالتطبيقات من ناحية الهونر 9، اما النوفا 2 بلاس فحركات الماوس اللي تعودنا عليها بباقية الاجهزة النفسية موجودة. بالنسبة للمسكة اعتقد ان الهونر 9 راح يكون معاك بالنسبة لك اعاقة، لكنه النوفا 2 بلاس كمسكة راح يكون اريح بالايد. بالنسبة لسرعة الفتح نص ثانية وجدا مميزة، ونسبة الأخطاء جدا بسيطة. أما بالنسبة لمعالج الهاتف، عندنا معالجين اختلفن اختلاف جدا كبير، معانا تجربة الإقلاع للجهازين، شغلنا الجهازين بنفس الوقت. عندنا بالنسبة المعالج الخاص هو بالنوفا 2 بلاس راح يكون هاي سيكون كيرين 659 بمارية الـ 64 أكيد 8 نوا 1.9. اما عندنا الهونر 9 راح يكون هو ايضا هاي سيليكون كرين لكنه راح يكون 960، ولا ننسى انه راح يكون 8 نواة 2.4، يعني اكو ارقام جدا جدا خياليه بالهونر 9 راح تكون الارقام جدا اكبر. اما بالنسبه للذاكره العشوائيه فراح تكون معنا بالنوفا 2 بلاس هي 4 جيجا بايت، اما بالهونر 9 فراح تكون نسختين، نسخه الأربعة ونسخه الستة لذاكره ال 128 جيجا بايت. اما بالنسبة لما يخص العرض فتميزين الهاتفين بشاشة IPS LCD، كانت الدقة اللي موجودة هي 1920x1080 لكل الجهازين. اما بالنسبة لحجم الشاشة فكان على النوفا 2 بلاس هي 5.5 انش، اما الموجودة على الهونر 9 هي راح تكون 5.1 و15، وهذا الرقم ممكن يكون غريب لكنه اعتقد انه يكون السبب سبب انه نقلة البصمة الامام وضاف الزر الرجوع وزر التعليق القائمة هنا باسفل الشاشة بالبزلز اللي موجود او الفريم حول الشاشة، فلهذا السبب كانت انتقاله بالشاشة نفسها. اما بالنسبة للكاميرا فكانت عندها انتقالة جدا جميلة على النوفا 2 بلاس، بحيث انه الهونر 9 راح تكون بكاميرتين من الخلف، واحدة راح تكون بدقة الـ20 اللي هي خاصة العزل، اما الاساسية 12. عندنا الكاميرتين الخاصة بالنوفا 2 بلاس بالخلف هي 12x8، لو نركز شوي راح نشوف الهونر 9 هن كاميرات الافضل بالخلف، اما بالامام فراح تكون كاميرا النوفا 2 بلاس هي 20 ميجا بكسل. يقولون التجربة خير برهان، فمثل ما تلاحظون هذه اللقطات اللي امامكم اخذتها بالكاميرتين تقريب نفس المشهد ونفس المنظر، حاولت اضيف بها اللون الاسود، مثل ما تشوفون اللون الاسود كان واقع على النوفا 2 بلاس رغم انه الكاميرات الخلفية هي كي رقميا راح يكون الهونر 9. اما من ناحية التجربة فكان النوفا 2 بلاس هو الساحق او القاهر بالنسبة للهونر 9،
من ناحية الكاميرا ومن ناحية اللي يحب التصوير فالنوفا 2 بلاس راح يكون خيار الأمثل. وهذه تجربة الفيديو، سجلت فيديو بكل الكاميرتين قد ما انبهرت بالكاميرا الخاصة بالنوفا 2 بلاس الصراحة، صورت بها فيديو واستعرضت لكم. مثل ما تلاحظون اكو فرق جدا جدا كبير، اكو فرق بالتجربة، اكو فرق بالكاميرا نفسها. المحبين السيلفي ما انصحهم بهاتف غير النوفا 2 بلاس. اما بالنسبة لشحن الهاتف، فشحن الهاتف كل الهاتفين منفذ شحن تايب سي، كل الهاتفين يتمن الشحن السريع. بطارية 3340 على النوفا 2 بلاس، بطارية 3200 على الهونر 9. قياسا بالشاشة وقياسا بالمعالج وقياسا بالاداء راح يكون الصمود على النوفا 2 بلاس اقوى من الموجود على الهونر 9. الهاتفين غير قابلة لازالة. الشغلة اللي ما عجبتني انه هو يخيرك اما شريحتين او شريحة ورام بالمنفذ، ما يستقبل شريحتين ورام لكل الجهازين. اتمنى تعرفنا على الجهاز اكثر وتقبل تحياتي.